اليابان ليش صاروا دولة راقية؟ من أرقى دول العالم في الإلكترونيات اليابان، لأنها إيش؟ فكر. طاحت القنبلة عليها عام 46 وحطوا الطاولات عام 51 1900، وخلال 60 سنة دولة أمريكا الآن تهاب من صناعاتها. شعب ياباني، أنا رحت اليابان عجيب، وعنده تعصب لصناعاته. أتحداك تلقى ياباني في جيبه قلم صيني ولا قلم أمريكي، أتحداك. الأمريكي تلقى في جيبه قلم ياباني صح، لكن الياباني لا، متعصب للصناعة. حتى إذا عطس يعطس على شركة يابانية، إيتاشي.